تحياتي مساء الخير عليكم، عزمتكم معنا في هذا الموسم الرابع، ان صح التعبير، تاع ادي ولا خلي في موسم اخر، ومشاركه واحده اخرى، و22 علبه و22 مشارك و22 فرصه، والطريق نحو المليار مازال متواصل معنا، اللي ما خرجوا انما ثلاث مرات مشى ل 500 مليون. التحيه الكبيره للجمهور اللي حضر معنا اليوم، جديد بالنسبه للموسم الرابع اللي رانا على ميديا تي في يوميا. نعم الموعد ما يقعدش ما يتبدلش، يحب يقول السويعه اللي تسبقنا من سبعه ونص هكذايا باش حنا نديروا فرصه، لانه 20 مره نحاولوا ونحوسوا باش نديروا الحلم تاعنا، الحلم تاع كامل الزملاء اللي هما قاعدين هنا. راني لابس بيان انا عمي، بصح حنا لازم نمشيو لهذيك المدرسه. حنا اليوم نحاولوا باش نديروا فيها الستوب تاعنا، حيكون قطع من عندي انايا، وبالتالي دون اطاله حنا ما نطولوش عليكم. الفرصه تاعنا اليوم لاول مره، لاول علبه، لاول حوسه تاع الموسم الرابع تبدا من الان. اعطيني الاورديناتور يا دراسكو اللي نوم تبدلوا، لا 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 اعطيني لي نوم روما هما لوكا بعد شويه محمد لوكا هيا ستوب هيا شات الاول اها مستر حسام يلعب معنا نهار اليوم، مستر حسام يلعب معنا نهار اليوم، والعادة تبقى هي هي، يحب يقول نقعدوا في عوايلنا، خلينا نتعرفوا عليه. حسام من ولاية أم البواقي، جانا فرحات حسام صاحب 28 سنة، موظف في الولاية، يحب يسمع الشاوي والغربي. فرنسا هي البلاد اللي حاب يزورها حسام. البوكي يسميه الخزناجي، وكان يربح معنا في حلقة اليوم راح يحسن وضعيته الاجتماعية. بون شانس يا حسام. من اليوم راك لاباس، انا شفنا الفيتير تاعك لاباس، بصح عندك ديبلوم اون الكتريسيتي باتيمون. اي كوم ما قلتش ما هدرتش. اي خبيتها ولا خبيتها؟ علاه هكذا؟ هكا برك هكاك برك. عندك حطه تاع قلت لي ضرائب؟ لا اداره. الاداره أي. مش تاع ضرائب صح؟ اه مانيش تاع ضرائب. اه داكور خلاص قلت البرك البنك تاع كاتب وقالها وسمعنا دوكا الخزناجي. الخزناجي والمقصود إيه هو اللي حاكم الخزينة تاع الأموال. الخزناجي. إيه كما في الدولة العثمانية كانوا هذوما اللي حاكمين. الدولة العثمانية. إيه هذوما اللي حاكمين الخزينة، أمين المال. باللهجة نتاعهم يعيطوا له الخزناجي. داكور. لا يا حسام. صديقي هو المطالعة في أن واحد. إيه. وش الطالع يعني مثلا يعني؟ والله هي أكثر المطالعة اللي طلعتها في التاريخ. صحيت. وطلعت الدين. ثاني. إيه. ايه وفي التاريخ وثقافة يعني عامة. ثقافة عامة. ايه. ويعني كي طالع بيقول شحال من كتابات تقرا هكذا؟ ولا طالع برك؟ والله في الاوقات ما نقدرش نحسبها في المكتبة تاع المطالعة العمومية. وفي دار الثقافة كي كانت المكتبة سابقا. دروك هي غلط. وين هذه؟ في دار الثقافة في أم البواقي. ايه ايه. كنت نفوت ساعات لا تحصى من. ما كاينش منها. لا والله. كنت يدخل حبيبي والله ما عنده حاجة. لا والله من صباح لا حيث. خلاص سيدي ما قلنا والو يا جماعة، كل واحد يطالع روحه هنا، كل واحد يطالع روحه. سي حسام اليوم رانا معك أفون، أول حصة يا دراي واش حتخرجنا المطالعة هذه؟ ما نكذبش عليك، ممكن تخرج لنا ثمن تاع كتاب، ممكن تخرج لنا ثمن تاع عدة كتب، ممكن تخرج لنا مبنى تاع مكتبة كاملة. إن شاء الله. ما تقدرش تعرف. إن شاء الله. تقول إن شاء الله صح؟ ومن بعدك تحصلت على فلوس يعني واش دير بهم؟ صديبون. صديبون. من المبلغ اولا نديروا العرس. العرس راني عاقل. راني عاقل. المطالعه هذه كاع ما عرستش انا بالي فريتها.
بس ما مزال ما عرسش. إيه. إن شاء الله. العرس برك. إن شاء الله. آه مزال العرس برك. إيه. دعوة يكتير كومون سيمو. إيه. دعوة مريق اليوم. آه يا خلاص. سيبه. آه سيبه. حبيبهم كوموندي. هو لابلو تاعنا ما فهمش على الجامي معليش. اليوم المبالغ تكتشفهم كيف كيف. إن شاء الله. تفضل سيدي. عندنا من 5 دينار إلى غاية مليار سنتيم. شيء ظاهر واضح. صح ولا مش صح سي حسام؟ أعطيني اللي زوبجي تاعنا واش عندنا اليوم؟ الشاطرطون والكرافات. لا لا خويا الشاطرطون. الشاطرطون. إي والله. وكاين اللي عيط له الشرططو. كيما تحب. وكاين كرافات. وكاين الشاطرطون. وكاين الشرططو. وكاين كرافات. وكاين الكرافات. بالك هم فولي لك على العرس بعيد إن شاء الله. إي إن شاء الله. دي دنيا. تروح بكرافات واعرة شوية. إيه. عندك ما تطالع من بعد هالكرافاتات. يمكن صح ان شاء الله ان شاء الله يا ربي احنا القانون هو هو بالنسبه للتغيير تاع تاع السلسلات لا قاعد هو هو يحب يقول سلسله تاع زوج فوا 3 تخرج لنا 6 ومن بعد يبدا يكلمك البنك البنك يتبدل هو ثاني الخزناجي سامحني الخزناجي وفي قناه واحده اخرى يقولوا البنكاجي انت تعيط له الخزناجي حاضر خويا ما كاش مشك دوك يعيط لك الخزناجي وان شاء الله العروض تاعو يكونوا ملاح ان شاء الله ما يكونوش على مت بالك التاريخ تاع الدوله العثمانيه قلت لي ان شاء الله يساعدنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يساعدنا ترش في وقت الدوله العثمانيه كانت الخزينه نتاعها ما تحسبش ما كاش منها انت تاني كان بدلت دخل علينا خزناجي خزناجي كان بدلت سبحان الله نبداو يا درا زهر الستة الاولى يا درا واش تمد يا درا اونيفا 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 فتيحة رقم اثنين رقم نمشي ورقم اثنين نبدأ بفتيحة مدام فتيحة صحيح الله يفتح علينا فضلي مدام ما هو العلبة تشوف أيوة مئتين مليون مئتين مليون سنتيم ها يا رب نمشيو للعلبة رقم أوه صديقي سيد أحمد غني عن تعريف سيد أحمد خويا لي هو على كل حال العلبة تاعو دائما أمامه صح وإن شاء الله خويا العلبة المحتوى تاعها ما يكونش مثلا المحتوى ولا البوا تاع الكرش تاع سيد أحمد إن شاء الله يا ربي تكون حاجة خفيفة برك إن شاء الله هات كرافات هات هايلة 5000 هايلة زين خاطش كان ما ادتلوش هكذا يكمل هو باسكو راهو ينطرين للعرسك فاهم كيفاه دونك كان كمل يكمل قلت لي شحال عز الدين 9 قلب الهجوم سي عز الدين مساء الخير سي عز الدين ما لقاش عندك كرافات ربي ان شاء الله برب باذن الله باذن الله تفضل عارف راك مليح عبد الكريم 20 عبد الكريم 20 قضية سيكوريتي استنى سي عبد الكريم اصبر عليه قضية سيكوريتي 20 ايه صح صح فيها سيكوريتي وفيها الصحراء وفيها البترول وفيها بترول ايه تسمع تظلم في روحك هكا ايه 20 رقم 20 عبد الكريم افتح يا صديقي افتح ها بون كوراج حسام افتح سي عبد الكريم ها يا بابا با 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 با
بارك الله فيك. عجبني كي عصب راسه يعني. عجبتني خويا عجبتني. قضيت انا على المليار خويا في السلسله الاولى تاع السته. كمل هاكا زيد لي ثلاثه. معليش خيرها في غيرها. امين وراي غيرها خويا مليار كي غير واحد. مازالو كاين. زيد. شونس. زوج. وحنا الويسي ما بدلناش هو هو. على بالي شد. بدلنا لقمة جبر شفتوه؟ على بالي شد. قول والله. رقم 7 عبد الحليم. أستاذ أيوه أستاذ عبد الحليم تفضل أستاذ. عبد الحليم والله غير عبد الحليم ها. رقم 7 سي عبد الحليم حبيبي. مازالة واحدة. 50,000 دينار جزائري. كنا حابين نشوفوا احنا الحط تاعك في السلسلة الأولى تاع الستة. سي بون. فهمنا. واصل. رؤوف. أستاذ رؤوف رقم 4. الله يبارك. أنا كونكورونس أنا وياك. سبحان الله الكرافاتة. هيدا. يا ربي. هات واحدة حمراء هات. الأولى في أول عدد تاع الموسم الرابع تاع الدولة. خلي كنا حابين إلا كنت مشي معنا. هاني جاي هاني جاي هاني جاي. شنو عم تصبك حبيبي؟ والله غير والو يا خويا. شينا سولد ما با شينا تليفون جديد سولد برك. أو يحييك البنك. لا سامحني الخزناجي سامحني. إيه شي عيطوا لك؟ خزنة دار. خزنة دار. أوكي. 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 كده؟ آه. وضح خويا. شكرا. شكرا. أمير الخزينة يحييك. يقول لك أنا صاحبي مشى. صاحبي العزيز يحب يقول مليار سنتيم شاف السلسلة الأولى تاع ستة. وبالتالي أمين الخزينة في وقت العثمانيين كما قلت أنت يعرض عليك مبلغ 120,000 دينار جزائري هو الاتصال. 120,000 دينار جزائري. مشكور على الكرم من تاعك. والله مشكور على الكرم من تاع الخزناجي. حيت. تدير تخلي؟ باقي سلسلة تاع ثلاثة. ندي خليني نقعد على جال هذه. خليني نقعد. بلا كاميرا كاشي بلا دنيا. إنسان ما يفقدش الأمل يعني. أول اتصال خلاص مانيش عندي رومار شارير ما تقلقش. اول اتصال اول حصه تاع موسم رابع هكذا دلنا خويا. كيفاش ما درنا لك؟ كيفاش ما كان بيناتنا؟ 120,000 دينار جزائري بيناتنا غير الخير ان شاء الله. اكيد نعم. 120,000 دينار جزائري. ايه ندي ندي. هو مشكور خويا. هو تكرم عليا وانا وانا نشكر فيه على الكرم. سبحان الله العظيم. مبروك عليك 120,000 دينار جزائري. هباك 120,000 دينار جزائري.
قسمه مع مول اس ام اس اللي ديجا ما نعرف لا بعثوا اس ام اس ولا ما بعثوش. هذا هو الدعوه، هذا هو اللي حقت واحد بنادم هذا وحط روحه، هذا هو اللي يسقى الجماعه اللي يخدموا معايا في الولايه راهم كل يبعثوا والله. من كل ما ضمنيش هذه الحلقه يكونوا بعثوا. هذا وين يعني بسم الله ودي كي تروح ضيف عند الناس ما ديرش هكذا معليش خويا 120 ألف دينار جزائري خويا بالك ان شاء الله تكون خديت القرار الصائب. يا سؤال جاي راح نعطيه لك يعني سامحني يا سؤال يعني على اي اساس يعني خممت دي في العرض لهذا برك هذه سامحني باش نتعلم انا ثاني هيك فاهم نحكموا في الخيط كيفاه ما فهمتش. الواحد يحكم حاجه خير ما يروح كلش. هي اكيد خلينا نحكموا حاجه بصح داك لاعب معانا من العام اللي فات على بالي باش تدي بريمير ابال كان قلت لي من اللون بعثوهم لك سي سي بي وخلاص علاه دينا هكا خويا كنا على بالي هكا انا يهضر معاك والله العظيم علاه دينا هكا خويا معليش نفتحوا ثلاثة ها نفتحوا ثلاثة هذو ولا حاب نطلعوا جينيريك نكملوا واه شنو نقول لك خويا نفتحوا ثلاثة افتح لي ثلاثة ما تبطاش بصح خلاص 13 مليون تيجي يدحوا برك قول له موسيقى شوية صح صح سامحنا دح نبه باش لا نبه ايه نبه ميمونة شكون ميمونة ميمونة دوز ايه سبحان الله العظيم اخت ميمونة ايه دوز افتحي ميمونة افتحي ايوه يكون هناك بوبي شو الأولى والسلسلة الزوجة نحيت 500 ستار بيك هاك خويا شوكاك على بالي قال لك حنغني لك شوكيت لي يا قلبي شوكيت واش كنت زعما كنت 13 مليون باك طلعت مع 14 يدي كاع البلاطو ويقلع نورمال موسيقى برك موسيقى تاني؟ ايه حاضر
المقلوب زيد عليك زيد ما نعرف ولا تخمم ايوب رقم 10 رقم 10 استاذ ايوب رقم 10 صحيت أستاذ عبد العزيز رقم 3 أستاذ عبد العزيز رقم 3 لأكيد لو كان في مكانك محال ياخذ العرض في العرض يتصل له بصح دخل قاموس دخل قاموس سي بون جامي صرات جامي صرات بصح مليحة نتعلموا منها هات يا رب تصور أنت مثلا عنده شاطيرتون تصور عنده 5 دينار هاني نظل نخدم فيه أحسن قرار أحسن قرار ده ما بي با صبور تفضل سي عبد العزيز أيوه لا 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 نورمال قالك هنا قلت احنا عرض عليك التغيير هنا فيها تحت الدي ولا تخلي ندي تغيير ها فلوس يا ابو محمد يا وديتهم رحت سي بون خلينا تخمم دوك قلت كان زعما عرض عليك التغيير قلت تحت الديه زعما التغيير تغيير اه لا لا ما ديش حاب يقول خلي سبحان خلي. الله خلي زيد افتح ثلاث هايس زيد افتح ثلاث علي رقم 15 علي صدوقي علي قمجة أكاروب الأخضر مخلط الأخضر سي بون هو علي أعطينا شاطيرتون إن شاء الله شدراك زيد ها هاد سعرك مزلك ها فارس رقم 18 مثلا استاذ فارس يضرب رقم 18 مليح لاباس 50 مليون سنتيم مليح يا زين الغزالة غزلان اخت غزلان رقم 13 ايه. صح باسكو هكا بيدك حنا بي با دوفيني 13 غزلان ها سبحان الله وانا تخمم قلت تحب المطالعه ايه مليحة المطالعة والله مليحة، شي كان قاعد تطالع خير يعني، كتب عليك، وشيا؟ ها، هاو يسقسيك على واحد الكتاب، الخزناجي، الكتاب يقول الحب في زمن الكوليرا، بارك الله فيك، شكون كاتبه قالك؟ في ميزك، لا عرفته. صح كان واحد كتبه غونزاليس شكون؟ كتبلي اسمه غونزاليس وقيل غونزاليس 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 راول غونزاليس كتبلي الاسم تاعو فكرت غير ال ما تقوليش راول غونزاليس هو مكسيكي نورمال هو ولا لا؟ ايش شبان؟ كاع
قال كارلوس. هو كارلوس. كارلوس. كارلوس غونزاليس. جابرييل. جابرييل غارسيا ماركيز. جابرييل. الله العظيم. ها شفت كيف بدل لي؟ قال سبحان الله هو. ها هما قاع كيف كيف. قاع ماركيز قاع ماركيز. وش وش كنت ناوي؟ أبالك بلي راني ميت بساعدك كي تدل العرض. قول لي علاه. أتصور بقاو 300 يا وهذا وكذا وزعما عرضت عليه التغيير ماكش مبلغ كحل. عباك بلي هنا بالمخايب. هنا لا ناقدين نرقدوا هنا نقدوا نولدوا 4 جور بان كراف. إيه واش قلنا بكلي؟ إيه حاضر. يعني نعاودوا لي اللوف الأولى أنا 120,000 دينار جزائر. كنت راح نولي اللوف. ديروا راكور مكياج صغير. فاصل نعاود نرجع يا اخي ديتو 12 مليون 6 ملايين 15 لا ايوه حبيت تبدل انا ولا واش خويا واش الحصه الاولى باطيت لي روك وراح بيت نا يا اخي 12 بالك انا 12 يا اخي 12 هيا صح فاصل ونواصل نور معك. مرحبا بكم في اول حصه تاع الموسم الرابع حصه خرق العاده مش يعني يوم من الايام الاسبوع اللي نعرفوه مش هذه ان فوندرودي اللي مش تمام عادي واحد مش عادي هذا انا عمي مع صديقنا حسام لاول قضية أخرى هذه مشيت للباركينج سبحان الله شو لي ميسوش حكا تشابه شو وطا فيها 100 وطا فيها 300
وباطا فيها 20 مليون وباطا فيها شطرطن شركات اكيد العرض كان راح يكون وش صديقي واش كان حيكون العرض زعما كيكونوا هاد الاربعه الآن نمشيو الآن رقم واحد رقم واحد الأنيسة أنيسة سبحان الله ثم لقينا روحنا كنا ممكن نلقاو روحنا في الوضعية هذه شاطرطون وعشرين مليون شفت كيف أصبحنا نضحكوا بالك سيد عنده شاطرطون وباعوا البنكاجي ب520 ألف ثم أحسن ما فعلت تلقى النوار الكودرون المير الوالي يحبط يسلم عليك كان راح يعرض عليك التغيير كان راح يعرض عليك التغيير ما تخمم بكاسكو زعما في هذاك المومو كنت راح تغير ولا لا لا حاب نعرف هل اخذت احسن قرار ولا لا حاب يقول بلك ربما اخذت احسن قرار ممكن ربما البعض يقول بلي الحصه هذه بلك بانت لهم بيزار خاصه كي تكون اول عدد تاع موسم صح بلك هذا هو القانون نورمال بلك عندك شاطرطون واحسن ما فعلت وانا اخذت العرض خويا خليني نمشي الفاصل باش نعرف انا وياك وكامل المشاهد الكريم الحصه تاعنا حطوها شاطرطون ولا تروح 12 مليون سنتيم فاصل ونواصل أسألكم بالثواني الأخيرة اللي تفصلنا كيف معنا في هذه الحصة الأولى تاع الموسم الرابع بالنسبة للدولة خلي وصديقنا المشارك تري سمباتيك صديقنا فرحات حسام نقعد شافي عليك إلى مدى الحياة يا صديقي صاحب الرقم القياسي نشفيت على حسام مصطيف مدي 500 مليون هذاك شفيت عليه هم عنده مصطيف انت نشفي عليك
السيل اللي دا اللوفر تاع العرض تاع البنك في اول اتصال. بصح نعاود نقول لك بالك عندك الحق، ممكن احنا نحكوا انا مصباح بصح بالك عندك الحق. تصور عندك شاطيرتون هنا هاي دايره لافير، هي تصور عندك 20 مليون ماناش داري لافير بصح ماناش بعاد يعني بصح 10 ملايين 5 ملايين. تفضلي مدام اصلا يفتح لي صديقي حيت مدام صديقي حسام تمشي للطال اليوم باش يعطيك عندك 20 مليون في العلبة تاعك. كان عندك 20 مليون صديقي حسام بارك الله فيك يعطيك الصحة تحية الزملاء تاعك بارك الله فيك. أول حصة وأول عرض وأول اتصال هاتي ما نطولش عليكم مشات هكا باش 120 ألف دينار تدري تسعة بلا تماس. أنا نقول حاجة يا ربي شي غدوة بالخف غدوة إن شاء الله باي.